المنتخب اخويا منتخب مغربي منتخب قوي وعندنا لعابه مزيانين، ولكن ما فهمتش انا واش حاض واش ما باغينش ما باغينش يتقاتلوا ما باغينش يموتوا على التوني. وراك شتي كل شيء صاحبي، راه كون راه الحظ دابا هو اللي دار معنا مزيانه ثلاثه النقاط جات، وقال لي نفس السيناريو اللي وقع لنا حنا مع ايران وقع دابا، يعني جات حتى الدقيقه الاخرى بيت عكسي، يعني راه كملوا بهذا النهج هذا ما غادي نديروا والو مع جنوب افريقيا، مع جنوب افريقيا بعدا ولعبوا بهذا الشكل هذا، والله لا والله لا ضربوها ولا جنا هذا البيت، راه دابا والكوت ديفوار عارف شي صاحبي شنو جنوب افريقيا ولا لا، راه خاصهم يزيروا شويه ويموتوا على التوني، والمدرب حتى هو يحرك ويصبهم ويعطيهم نقاطه باش يتحركوا معنا، راه ما لقاو هكا ما غنديروا والو، ما لقاو هكا حنا باغيين توحشنا باغي نمشيو الربع باغي نمشيو النص. فهمتي راه حنا مشتاقين والله العظيم مريحين قبيله، وشنو وهذا كيتقلق على كذا تضرب البيت هذا الحمد لله عاد ارتاحين. والمهم دابا الحمد لله ثلاثه نقاط جات، وكنتمناو في الماتشات تجيني يعطيهم اكثر يموتوا معنا، بغينا ثلاثه نقاط اخرى باش ندوزو ان شاء الله. بالنسبه للماتش الجاي ديال جنوب افريقيا، هو ان اللاعبين جاوروا الوداد البيضاوي ولعبت مع كاع جوج اللاعبين تيلعبوا في سان داونز، هنا غتكون مقابله صعيبه بالنسبه لهاد المقابله ديال اليوم، يحاولوا ينساوها وان شاء الله ندير كل موقف. المهم حنا عندنا امان ان شاء الله غادي نمشيو نشوف مزيان ان شاء الله في هاد لاكان. اش ما بيش واخا لعبوا مزيان ما كاينش لي مارك، المهم بعد ثلاثه نقاط هي المهم، ان شاء الله يكون خير، نتمنوا يكون احسن من هاد اللعب اللي داروا اليوم. صراحه المنتخب ضعيف، يعني باش يجيب بيت بخطا ديال ناميبيا راه منتخب باش يقابل كوت ديفوار باش يقابل جنوب افريقيا، هنا تيبان الدور ديال الحمد لله تيقول لك بعد الخبراء هنا تيقول لك حقا المنتخب يتوقف على لاعب، لا تيتوقف على لاعب، هنا تيتوقف على لاعب، هذاك اللاعب خاصو يلعب ولاكوب ديالو هذيك، لو كان في هذا الماتش هذا كون شلنا ثلاثه ولا اربعه ديال الماتشات، لان اللاعب دار واحد المجهود بدني فوق طاقتهم مع الحال سخون، ولكن ما لقاوش اللي غيهدف، لا المنصوري او المطيب ماشي في نهارهم اليوم، اليوم نهار ديال الحمد لله، ونتمناو يكون في لي كوب الجايين. اش غنقولوا هارد لاك لناميبيا ومبروك للمغاربه ونبغيهم في كوت ديفوار وبجنوب افريقيا يكون واج اخر، لان لاحظنا ان المنتخب المغربي لعب بدون خطه باش نكونوا واقعيين، السيل ديال ناميبيا لعبوا ستيل ديفونسيف تفوقوا فيه ركوم الخطا ديال اللاعب ما غيكونش الهدف، لعبوا ستيل ديفونسيف حكموا مزيان، ولكن المغرب راه ما كاينش خطه، راه اعتمدوا غير على الفرديات ديال اللعابه ديالهم، لهذا كنقول من رونار حاول دير واحد الخطه اللي تجرب كما تيقولوا هذا تشد الماتش ديالك وتلعب اريحيه لان الحال سخون تمنايا، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله بحوله، وكنا مع المغرب. المنتخب كيبان ليه في واحد الرياقه بدنيه الحمد لله عاليه، وحنا فرحانين بهذه النقطه اللي عطاونا المنتخب الحمد لله، والله يكمل عليهم بخير وان شاء الله الكاس ديالنا والكليير هما فرحانين تبارك الله، وكل شيء فرحان الحمد لله بهذه المقابله ديالنا ان شاء الله. الحمد لله هذا هو المضمون في المغاربه ديالنا، الله يسهل عليهم. ماتشات كلهم ديالنا ان شاء الله، هذه مربوحه ان شاء الله، مربوحه ان شاء الله. فيفا ماغوك. ماتش داز مزيان، وحنا كيما العاده راه كنستحوذوا على اللعب، ولكن راه ما كاينش لك مارك الصراحه حشم، وكاين نقص في الاظهره شويه حشم، الماتش كامل ما عطاوش سونتراج مقال، ونتمناو لهم التوفيق هادشي اللي بغينا. الماتش الجاي نتمنى يكون نظن غيدوز مزيان، كاين غادي نلعبوا في واحد الظروف ديال الجو مزيان في الليل وهذاك الشيء، غادي يكون ان شاء الله خير وغادي ندوزوا ان شاء الله. فرحت بالخير وما كاين داك اداء هذاك يعني اداء ناقص كيفاش كتوقع يعني الاداء اللي لعبوا كونتر جنوب افريقيا وكونتر ان شاء الله يكون خير ان شاء الله ان شاء الله شكون الجاي ايجابي ما كنتشيقوا في الوصول ان شاء الله. شكرا. دارين لنا هادشي اللي لعب بهذوك بحال بوفان علاش ما خليتي الدوزيام ميطا ولعبتي في ماتش شاميكال وتكنيسيان وهذاك بالربيع ما عرفتش انا هذا ما كان يدخل على الاقل بوطيب بعدا ولا هذاك وهذاك المهم راه عندهم هما ما عندوش فينيسيون فينيسيون فاش بقات وكل شيء على فينيسيون الدار اللي ما كانش فينيا مزيان تسكن فيها ربحك فرقتين لما دا فينيسيون راه ما كنفرقاش. هاد الماتشات ديال لو ديبي ديال النهائيات ما كيقلب على النتيجه 100% خص تقلب على النتيجه يعني ما تجيبش الدراري غيتيقوا غيدخل في السير ناشطين يمشيو يطيل ضاحكين مجموعين يعني المورال كنقول بس خيزار المورال يعني كتقلب على النتيجه في الاول من بعد المغاربه غيتفرجوا في الشوط الثاني غيتفرجوا في الماتش ديال كوت ديفوار مع جنوب افريقيا
وهذيك الساعه ياخذوا يتجمعوا يكونوا مجموعه راه باينين غيكونوا بمعين عائله واحده يشوفوا المكان القوه ومكان الضعف عند الفرق بجوجهم. المغرب اللي ربح ماتش ثاني راه داز راه باينه سي بو، حنا ما كنشوفوش حنا الجو كوليكتيف ولا جو انديفيديال، حنا كنشوفوا دابا النتيجه والنقاط 3 بوان ان شاء الله في الشوط الثاني الماتش الثاني دوزيام ماتش 3 بوان هي 6 بوان الله يعاون قاضي الامر. شنو رايكم في الاداء المنتخب؟ مع عمر المغرب ما يمكنش ديبار ديبار ديال السميت مع عمر يكون مع عمرك تيخشي فرقه في الاول ما تيخش، داك الشيء كيجي مع الوقت. نشوفوا الماتش الثاني احسن حاجه المغرب اللي مشى هنا خاسر ماتشات او معاد الماتش وخاسر ماتش زوينه لانكم مشى كبير كاع ربح الماتشات غيتم جاي هابط الحمد لله هو خسر وغادي او دابا حنا لا جيش غادي كطلع تصعد الشيء اللي كنقلبوا علينا. الماتش الثاني ان شاء الله يربحوا دازوا الماتش الثاني تبقى ديسير ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم